السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا لهذه الليلة سنخصصه للحديث عن جنود الخفاء، جنود الله. ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن جنود خفية وضعها فوق هذا الكوكب الأرضي وتعيش معنا. والسؤال الذي نطرحه عليكم أيها الأحبة الكرام، هل سبق لكم أن سألتم أنفسكم يوما من هم جنود الله ومن هم جنود الخفاء؟ هل هؤلاء الجنود يظهرون للعيان أم ربما نمرقهم بالروح؟ الله جل جلاله تحدث عنهم في كتابه العزيز وقال: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هم جنود كثر لا يعدون ولا يحصرون. قال عنهم رب العزة: وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود خفية، هذه الجنود ليس لها عدد، غير منتهية من حيث العدد. لهذا قال ربنا تعالى: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، قوية وكثيرة جدا. هذه الجنود لا تقهر، هذه الجنود دائما تنتصر، هذه الجنود في درجة من القوة ومن الغلبة أنها دائما هي المنتصرة، وإن جندنا لهم الغالبون. نريد أيها الأحبة الكرام أن نتعرف عن جنود الله. لا شك أن كل واحد منا في هذه الحياة الدنيا اللي هي مليئة بالمشقة والشدائد والابتلاءات يحتاج إلى من يساعده، يحتاج إلى من يدافع عنه إذا وقع في الظلم أو وقع له ضعف. كل منا يبحث عن من يختبئ خلفه لكي يحتمي به. هناك من يبحث عن رجال أقوياء ربما في السلطة، عندهم مراتب عليا في السلطة أو عندهم كراسي حكم، يريد أن يختفي خلفهم لكي يشعر بالحماية. وهناك من يذهب عند أناس عندهم ثروة، عندهم أموال، يختفي وراءهم لكي يضمنوا له الحماية. وهناك من يبحث عن أناس متفيقهون في القانون يحفظونه إذا وقع في ورطة، فيدافع عنه بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان. كل واحد منا يبحث عن من يختفي خلفه. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يخبرنا بأنه قد أعد لنا جنود فوق الأرض. هذه الجنود إذا اهتديت إليها وهي خفية قد لا ترى بالعين المجردة، وإنما مبعثها الإيمان الخفي الصادق. هذا هو الإيمان، لأنه إذا كان ظاهر للعيان وإذا كان ملموسا مرئيا مسموعا مشموما مذوقا يخضع للحواس الخمس لا يسمى إيمان، بل هو أمر خفي. فمن يا ترى هي جنود الله الخفية؟ هل هم الملائكة؟ وهل هم الجن؟ أو أنهم فئة من الإنس؟ أم الطيور والحشرات؟ أم الطبيعة؟ من هذه الجنود التي تسمى جنود الخفاء؟
وكم عددهم؟ وهل سبق لكل منا أن رآهم أو كلمهم أو استشعر بهم أو سخرهم أو سخروا له؟ مبدئيا نؤكد بأن كل ما في الوجود هو خلق لله، كل ما في الوجود هو عبد لله طوعا أو كراهية. حتى الكفار والمشركين أيضا هم عبيد لله طوعا أو كراهية. ربنا عز وجل لا يخرج أحد عن ملكه قيد أنملة. الكل هم جنود مسخرين، وربنا يسخرهم كيف يشاء وأن شاء جل جلاله. هذا مقام الألوهية ومقام الربوبية. كل من في السماوات ومن في الأرض هم جنود الله. وقد قال جل جلاله: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. العقلاء المفكرين اللي هم كيعرفوا حقيقة الأشياء، أما الذي ينظر عند قدميه فهذا عقله ناقص أو غائب. هناك أولا جنود في السماء، وهي مخلوقات غير مرئية. هذه الجنود هي تكون حولنا، هي الملائكة، الملائكة الأطهار الذين خلقهم الله من نور. هناك بعض الصالحين من تزوره الملائكة، هذه الملائكة غريبة جدا، تكلم عنها ربنا عز وجل وذكر وظائفها. قال جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. هذا جيش في السماء وقد ينزل إلى الأرض، جيش غريب لا يراه ولا يعرف سره إلا خالقه الله عز وجل. ما معنى والنازعات؟ النازعات ملائكة، ملائكة الموت الذين ينزعون أرواح الكافرين والظالمين. هادو خاصين، لأن فوق الأرض عندنا مجموعة ديال الناس يكونوا الله يغفر لنا ولهم استغفر الله، كاين اللي هو كافر، كاين اللي مشرك، كاين اللي جبار، كاين اللي ظالم، كاين اللي متمرد. الله يسترنا وإياكم من اللي كتجي الساعة ديالهم. ربنا يبعث لهم واحد النوع من الملائكة كيتسموا النازعات، والنازعات غرقا بمعنى أنهم ينتزعون أرواحهم نزعا. يا رب السلامة. وهناك والنازعات غرقا والناشطات نشطا. شكون هم الناشطات نشطا؟ هم ملائكة مكلفون بنشط أرواح المؤمنين. المؤمن ملي كتجي الساعة ديالو هما كيسحبوا من الروح بكل أريحية، كيكون فرحان للقاء الله. نهار الموت ديالو كتشوف بأنه رفع عنه ستار الغيب، فيرى الجنة ونعيمها ويرى الأحبة ويرى السابقين، فتجده ناشطا فرحا مسرورا. بخلاف الكافر والمشرك والعياذ بالله تجده يرى الظلام أمام عينيه. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. شكون هم السابحات سبحا؟ هم الملائكة الذين يسبحون في السماء في انتظار تلقي الأمور من الله العزيز الحكيم. فائض من الملائكة لا يعدون ولا يحصون، يسبحون سبحا في الفضاء السماوي، ينتظرون أي لحظة يعطيهم الله عز وجل واحد الأمر كينفذوه. هذا بحال جيوش الاحتياط، الجنود ديال الاحتياط كتلقى جالس في القشلة كيتسنى حتى كيجيه الأمر. السابحات سبحا والسابقات سبقا. شكون هما السابقات سبقا؟ هؤلاء الملائكة الذين يتسابقون لتنفيذ أوامر الله، كيكونوا عندهم واحد القدرة مذهلة أنهم يسبقون البرق ويسبقون الضوء في حركاتهم، ينفذون أمر الله. ثم قال فالمدبرات أمرا. هذو الملائكة
اللي عندهم علاقة بحياتنا الاجتماعية. هؤلاء مكلفون من الله بتدبير أمور العباد حسب ما يكلفهم الله به. والمدبرة أمرا، هادو راه معانا، راه معاك. انت كتظن راسك بأنك وحدك فوق هذا الكوكب الأرضي، تخلوا عليك العائلة وتخلوا عليك الأحباب وتخلت عليك الشركة ديالك وتخلت عليك الإدارة ديالك وتخلوا عليك المستشفى. ما تخافش، هناك من يكون بيدك ويأخذ بيدك ويدبر أمورك في الخفاء. عندك تظن راسك بأنك هنا أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية وأنك واحد الوقت ما تلقاش كل غادي يأخذ بيدك. أبدا، ربي عز وجل أعد هؤلاء الملائكة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. هذو كيتسموا جنود الخفاء، نحن لا نراهم بالعيون المجردة ولكن هم معنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كشف الله له المستور ورأى هؤلاء الملائكة، خصوصا لما كان يبلغ الدعوة وكان يجابه كفار قريش ويجابه التيارات المضادة. الله عز وجل كشف له المستور وأمده بجنود من الملائكة. لعلكم جميعا تذكرون ما وقع في غزوة بدر الكبرى التي وقعت في رمضان، لما كان المسلمون قلة قليلة وكان المشركون كثرة مدججين بالسلاح، وقالوا هذه الأخرى لنا، احنا مشينا فيها. فإذا بربنا عز وجل يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ملي كتكون تضعيف وكتقول أنا ما عندي قوة، ما عندي قدرة على مواجهة خصومي، كتقول صافي أنا يا ما عندي سلاح، أنا تحقرت، أنا ما عندي زهر، كيقول لك الله عز وجل بلتي راه هناك المدد. هذا المدد راه كيجي من السماء ما يجي من الأرض. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذا كيتسمى المدد. عمرك ما تخاف تقول أنا ما عندي فلوس، وعمرك ما تخاف تقول أنا ما عندي زهر، وعمرك ما تخاف تقول أنا ما عندي ظهر أستند إليه، كاين الخير الحمد لله، وعمره ما يتقاضى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. كيحكي لنا القرآن العظيم هالتجربة البشرية الرائعة ديال الصحابة من الأنصار والمهاجرين، اللي كادت الملائكة أن تصافحهم في الطرقات. اللحظة اللي كانوا هما يمزيرين، وعندهم الأزمة وكيقولوا صافحنا يا الحسابات كلها خرجت لنا فالصو، ديك اللحظة كينزل القرآن الكريم كيقول اتقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هذا الشيء وقع في التاريخ، وقع في عهد النبوة، وقع بأن الناس شافوا الملائكة هكذا ينزلون من السماء ويقدمون العون للمستضعفين في الأرض. هذو كيتسموا جنود الخفاء، جنود الله في السماء. وهناك أيضا جنود الله فوق الأرض. فوق الأرض هناك جنود، ومن أعظم الجنود هم عباد الله المخلصين. الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هذو كيتسموا جنود الله. أعظمهم الرسل، ثم الأنبياء، ثم الأولياء الأنقياء، ثم الصالحين. هؤلاء جنود الله في الأرض كتلقى يسعى لإعلاء كلمة الله، كتلقى يسعى للدفاع عن شريعة الحق، يسعى للأمر بالمعروف، يسعى للنهي عن المنكر، يسعى لتقديم الخدمة للمستضعفين في الأرض، يسعى لجمع الناس على الخير، يسعى لإشاعة الأمل في القلوب. هؤلاء يسمون جنود الله فوق الأرض. كاين الناس اللي هما أعطاهم الله الثروة وأعطاهم المال فيجمعونه، ثم كيقوموا ببناء المستشفيات، بناء المدارس،
بناء المساجد، منهم من يجمع المال فيبحث عن الفقراء والمساكين ويمكنهم ويعطيهم ما يغنيهم حتى يقيموا به واحد القدرة مالية على تسيير شؤونهم. جنود الله كي اللي عطاه الله غير العلم والمعرفة وثقف، كيعلم الناس الخير أو كيعلمهم المبادئ أو كيعلمهم الكتابة والقراءة. كل واحد كل ميسر لما خلق له. أي واحد عطاه الله واحد القدرة ديال الخير وكيعلمها للناس، رجل أمن كيحمي الأمن ديال الناس، رجل سياسة يحسن تدبير شؤون السياسة لا يسرق المال العام، رجل دين كيعلم الناس مبادئ الدين، وهكذا فنان كيعطي الناس واحد الفن هادف، فن راقي نظيف يقربهم إلى الحق. هذا كله كيتسموا جنود الرحمن. هؤلاء جنود ربما قد لا تظن أنهم جندي، لا يلبسوا لباس الجندية، ولكنه جندي في عمقه. وعندنا أيضا أيها الأحبة الكرام، هناك جنود في السماء وجنود في الأرض، وهناك جنود لا نراها. هل تعلمون أن من في أجسادنا هناك جنود؟ هل تعلم بأن جهاز المناعة لديك رأى أصلا هما جنود خفية من جنود الرحمن؟ من اللي الإنسان كيوقع لي جرح أو كيوقع لي واحد النزيف، وكتلقى الجهاز المناعة كله يهب للدفاع عن هذا الجسم، أو كيوقع لي واحد الخلل تلقى جهاز المناعة كله يساهم في الدفاع. بل هناك الجمادات هي جنود سخرها الله عز وجل. هل تعلمون من بين هؤلاء الجنود التي سخرها الله تعالى في هذا الكون؟ الرياح مثلا، الرياح أحيانا كتكون رياح هي جند من جنود الله. القرآن العظيم يحكي لنا لما وقع هجوم على المسلمين المستضعفين وتكالبت عليهم الأحزاب من كل مكان، وصافي المسلمين سالوا غزوة الخندق معروفة، من اللي جمعوا الأحزاب كلهم جميع التيارات وقالوا غنضربوا المسلمين ضربة واحدة وصافي انتهى الأمر، قالوا هذا الاخر لنا وضربوا الخندق، وكان العدد كبير حتى دب الياس في القلوب. الله عز وجل أراد أن يرينا معجزة أنه بعث جندا من جنوده. شنو ما الرياح؟ جت واحد الرياح عاصفة، جت المعسكر ديال المشركين فهزت المعسكر بكامله بالخيام والأوتاد والجمال والحمير والبغال والكل. سبحان الله. وربي كيقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قال لنا دائما تفكروا هذه النعمة، اذكروا الذكريات الجميلة. هذا مشروعية الذكريات، أي ذكرى من الذكريات الجميلة لابد أننا نعيد ذكرها مرات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ما شافوهاش، يرى جنود أصلا ولكنها لا ترى بالعين المجردة، جنودا لم تروها. أيضا من جنود الله هناك مظاهر الطبيعة. هل تعلمون بأن البرق جند من جنود الله، الرعد جند من جنود الله، المطر قد يكون جند من جنود الله، قد يسلطه الله تعالى على منطقة فيكون عذاب وقد يكون رحمة. لهذا يقول ربنا عز وجل: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق. الله سبحانه وتعالى، شوف العظمة الإلهية، شوف التصوير الرباني العظيم، كتبلك العظمة ديال الإله. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق. هل تعلمون أيها الأحبة الكرام أن البرد هو أيضا جند من جنود الله، فيصيب بها من يشاء وهم يجادون في الله وهو شديد المحال. بل الطيور، هل تعلمون بأن الطيور اللي هي واحد المخلوقات رقيقة وضعيفة وصغيرة، ولكن قد تتحول إلى جنود من جنود الله؟ يقص علينا القرآن الكريم كيف أن أبره الأشرم الذي أراد أن يهدم الكعبة المشرفة وجاء بجنود عظيمة وجاء بفيل ضخم، فربنا عز وجل أرسل إليه جنود من عنده، طيور
مع كل طائر حجارة يرمي بها، فحصل ما حصل. قال فيهم الله عز وجل: طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف ماكول. طيور هي جند من جنود الله. بل هل تعلمون أن حتى الجراد والقمل والضفادع وغيرها، هذه كلها جنود كتبان لك هي مخلوقات صغيرة ما عندها قيمة في الطبيعة، ولكن راه ممكن تتحول إلى جنود من جنود الله. هذه المخلوقات غادي يرسلها الله عز وجل إلى قوم فرعون. فرعون اللي كان قوي وكان أعظم سلطان في زمانه، وحتى ادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى، وكان عنده جنود قوية. شوف ربنا عز وجل بمدى حارب فرعون، حاربه بأضعف الحيوانات، بالجراد والقمل والضفادع. يقول الله تعالى عن قوم فرعون: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. شوف الجنود ديال الحق سبحانه وتعالى. في الأول أرسل عليهم الطوفان. الطوفان هو ماء غزير كيغرق البيوت تاع قوم فرعون، وأغرق أشجارهم وزروعهم وأضر بهم ضررا كثيرا. ثم بعد الطوفان غيجي الجراد. الجراد لأنه سمي ذلك لأنه لجرده على ما في الأرض، تلقى أنه كياكل كل شيء، كلا لهم العشب وكلا لهم التمر والخضرة، ولم يبقى شيئا في أرض مصر. فرعون كان في أرض مصر، وكانت مصر فيها واد النيل، وكانت فيها الفلاحة والأعشاب والتمر والخضرة. سلط الله عز وجل الجراد فأكل كل شيء، وأصبحت أرض مصر في عهد فرعون جدباء. ثم أرسل القمل، الجمل، هذه الحشرة الصغيرة انتشرت بين قوم فرعون، فكان هذا القمل يدخل بين ثوب أحدهم وبين جلده فيعضه. وما أخطر ذلك القمل ملي كيكون كثير كيقرص الجسد. ثم الضفادع، ربي عز وجل خلى ذلك الطوفان دار الأنهار والبحيرات، خرجت منها الضفادع وملأت بيوت قوم فرعون، فكانت تفسد طعامهم وتطفئ نيرانهم. ثم أرسل عليهم الدم. الدم صارت المياه اللي كيبغيو يشربوها كلها دم. كيمشيو للبير كيسقيو كيلقاو فيه الدم، كيمشيو للنهر كيلقاوه دم. كلما اغترفوا او ارادوا ان يشربوا او يزرعوا او يستحموا كيلقاو غير الدم. ثم سلط الله عليهم البعوض. البعوض جند خفي من جنود الله. هذا البعوض غادي يعذب به الله تعالى النمرود. النمرود واحد الرجل اللي هو اول جبار على الارض، كان في عهد سيدنا ابراهيم الخليل، حتى ودع الألوهية قال أنا ربكم الأعلى. هذا فيه الكبرياء، والكبرياء يبقى كيكبر حتى ادعى بأنه أفضل الخلق، إلى أن قال أنا ربكم الأعلى. واللي قال فيه الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا النمرود ديك العظمة اللي عنده أعطاه الله تعالى واحد العقاب بسيط، بعوضة صغيرة دخلت من أنفه فمكتت في رأسه سنوات طويلة، فكانت هذيك البعوضة كتحرك لي في الدماغ، وما لقاو حتى شي علاج إلا أن يضرب رأسه بالمطارق. فكان ملي كيضرب راسه بالمطرقة عاد كيرتاح، كان كيسمع أزيز البعوض في رأسه، بقى هكذا حتى توفي. هادو كله يتسموا جنود الرحمن، جنود الله سبحانه وتعالى. شوف الغريب، قالك الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والبعوض والعياذ بالله. فلذا قال ربنا عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. سبحان الله العظيم، قدرة الله على كل شيء. احنا كامل ايها الاحبة الكرام بغينا نقلبوا على شي جنود. كل واحد فيكم ضعيف او مستضعف او فقير بغي يغتني، او ضعيف بغي ينتصر، او ما عنده زهر بغي يكون له الحظ، واللي بغى شي حاجة يوصل لها.
واش كاين شي جندي من جنود الله نستعنوا به يعاوننا؟ احنا ضعفنا، ما لقينا جهد، ما لقينا قدره. نعم، اجي نبحثوا جميعا. هذا البحث سال عنه بعض الصالحين، وبداو كيقلبوا على شكون هو الجندي اللي غنتمسك به اللي غادي يعاونني في الظروف ديال الحياه. فسئل هذا الرجل الصالح، قالوا له ما اعظم جنود الله، ما اعظم جنود الله؟ قال لهم الحديد، الحديد، فاني قد نظرت الى الحديد فوجدته اعظم جنود الله. الحديد قوي، الحديد ما كيتغلبش. لكن قال ثم نظرت الى النار فوجدتها تديب الحديد، فقلت النار اعظم جنود الله. وإلا كان الحديد قوي 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 غنجيب ليه النار غدوبه، إذا ما عنده قيمة الحديد، إذا النار أفضل من الحديد، فهي جند من جنود الله. ثم قال فنظرت إلى الماء فوجدت بأن الماء يطفئ النار، فقلت الماء أعظم جنود الله. إذا الماء هو أعظم من النار لأنه يطفئها، والنار أعظم من الحديد، إذا الماء هو أعظم جندي من جنود الله. ثم قال نظرت إلى السحاب فوجدته يحمل الماء وينتقل به من مكان إلى مكان، فقلت السحاب أعظم جنود الله، السحاب عظيم. ثم قال فنظرت إلى الهواء فوجدت بأن الهواء يسوق السحاب، فقلت لا، الهواء هو أعظم جنود الله. ثم نظرت إلى الجبال فوجدت بأن الجبال تعترض الهواء، فقلت نعم، الجبال هي أعظم جنود الله. فنظرت إلى الإنسان فوجدته يقف على الجبال وينحتها، فقلت الإنسان هو أعظم جنود الله. ثم نظرت إلى ما يقعد الإنسان فوجدت النوم، فقلت النوم أعظم جنود الله. ملي كيجيك النوم عينك يتسدو كطيح، فالنوم هو أعظم جنود الله. ثم وجدت ما يذهب النوم، فلقى بأن الذي يذهب النوم هو الهم والغم. اللي عنده الهم والغم ما كيجي ينعس، كيبقى الليل كله وكيتقلب. فقلت الهم والغم أعظم جنود الله. ثم نظرت فوجدت بأن هذا الهم والغم المحل ديالهم فين كاين؟ القلب. فقلت نعم، القلب هو أعظم جنود الله، القلب هو أعظم جنود الله. ثم قال هذا القلب وجدت أنه لا يطمئن إلا بذكر الله، فقلت أعظم جنود الله ذكر الله. هكذا وصل هذا الباحث يبحث عن جندي من أعظم جنود الله نستعين به لكي نواجه مصاعب الحياة، لكي نواجه صعوبات وهموم وغموم الحياة. ما هو الجندي؟ بعد بحث وتنقيب وتفكر وتدبر وجد بأن أعظم جنود الله ذكر الله. لهذا قال ربنا عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر له شأن كبير في حياة الإنسان. الذكر ذكر في القرآن الكريم أكثر من 300 مرة. ربنا عز وجل يعطينا الدواء، ربنا عز وجل ينبهنا للعلاج، وأخبرنا بأن أعظم شيء ممكن أن نستعمله ونستعين به كجند من جنود الله لمقاومة كل الفتن، لمقاومة المرض والفقر والظلم والهشاشة والتهميش والحقرة اللي جاتك في بال ديالك، أي حاجة. سهل جدا، جندي من جنود الله هو ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لهذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. فعلينا أيها الأحبة الكرام أن نستعين على مواجهة هذه الحياة الصعبة
اللي كان مريض واللي كان سقيم وبغى يتشافى، واللي هو فقير وملقى خدمة ملقى عمل وكيقول لك الأبواب كلها مغلقة وبغى يتغنى، واللي هو يا مهزوم ومغلوب وبغى ينتصر وتكون كلمته مسموعة، كاين العلاج، السلاح ذكر الله. وأعظم ذكر الله، أعظم 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 ذكر الله، كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.